انتصارات قوات البيشمركة على فلول إرهابي داعش في مختلف جبهات القتال. تستمر زيارات مختلف شرائح ومكونات خانقين إلى قوات البيشمركة المرابطة في خنادق المواجهة مع الإرهابيين للإعراب عن الدعم والمساعدة والمساندة لقوات البيشمركة التي أصبحت محل ومحط فخر واعتزاز جميع المكونات والقوميات على حد سواء بفضل دورها الكبير المحوري في مقارعة قوى الشر والظلام المتمثلة بإرهاب داعش وتكريس الأمن والسلام أينما حلت. في أكثر من مرة تضرب قوات البيشمركة بيد من حديد، فالإنجازات الأخيرة التي حققتها في تحرير الكثير من المناطق وبعد سيطرتها ومسكها زمام المبادرة على تلك المناطق، باتت حدة المعارك تتضاءل إلى حد كبير، سيما بعدما تيقن إرهابيو داعش إنهم غير قادرون على مواجهة قوات البيشمركة. فمرة أخرى يجدد أهالي خانقين واللجان التنظيمية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني دعمها للعمليات العسكرية التي تشنها قوات البيشمركة على عصابات داعش الإرهابية، وهذه المرة عبر تقديم وجبات الطعام إضافة للدعم المعنوي المتزايد لقوات البيشمركة في حربها ضد الإرهاب، في دعوة لدعم الجهود المبذولة من قبل البيشمركة في محاربة الإرهاب في المنطقة. نحن في لجنة تنظيمات روجهلات قمنا اليوم بزيارة قطاعات البيشمركة وتقديم وجبات من الطعام لإخوان البيشمركة، لأن هذه القوات استطاعت أن تصون شرف ومقدسات الإقليم من اعتداءات داعش الإرهابية. احنا مستعدين مثل كوميتة روجهلات ان نكون مضاحي ويا اخوان البيشمركة، وهذا ابسط شيء احنا اللي نقدمه لهم، وجبة طعام بسيطة يعني مشاركتنا مشاركة فعلية مع اخوان البيشمركة. مجناني خانقي قركي رزقاريدو. نحن نساء من خانقين قمنا اليوم بمساعدة اخواننا في قوات البيشمركة، حيث قمنا باعداد وجبات الطعام، وهذه المشاركة بمثابة فرحة لدى كل اهالي خانقين. قمنا بالطبخ مواد الى اخواننا البيشمركة البواسل الذين يحمون مدينة خانقين باكملها. أما قوات البيشمركة المرابطة في القطاعات الأمامية للمعركة فهم يؤكدون أن هذا الدعم الجماهيري الكبير الذي حظوا به كان سببا رئيسيا في انتصاراتهم، مرحبين بهذا الدعم ووقوف كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني وأهالي الإقليم معهم. خيراتني كوميتي روجهلاتي مالبندي خانقين كين. نرحب بكوادر لجنة تنظيمات روجهلات ودعمهم المهم لنا، حيث ان من الواضح ان هذا الدعم اسهم وبصورة فعالة وكبيرة في تحقيق الانتصارات على الاعداء. نشكر اهالي خانقين على هذا الدعم ونطمنهم اننا على اتب الاستعداد لحماية كل فرد من كردستان. اللجان التنظيمية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني سارعت إلى بيان استعدادها التام لدعم قوات البيشمركة والوقوف معهم في حربهم ضد الإرهاب. لفضائية كركوك من تلال جلولاء، عباس الأركوازي.